يوم الاحد الساعه شي 5 بيجيني مسج اذا بدك ابنك يجي على البيت بدي 20,000 دولار. الحمد لله على سلامة حبيبة قلبي. إنا 5-6 أيام والله يما الليل ما مننامو. شاب حبيب الله يخبطوا فيه يدعسوا على ظهره. شو اليهود زي اليهود عملوا. الشباب هن معظمهم من مخيم البرج ومع كمان عيلة فيها أطفال. هاي العصابة عصابة الإتجار بالبشر طلبت على كل شخص 20,000 دولار. وجا الشاب هذا اللي عندي اللي هو عائلته محروسين قال لي في شخص بياخذنا بالباخرة بسفينة شحن على إيطاليا كلف 7,500 دولار بدون ما يدفع ولا فرنك وبس يوصلوا على إيطاليا بيصور فيديو وبندفع له المصاري. كان السفر يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء عشية عم بقول له ليس هيك قصة بابا في سفر وكذا بتحب تسافر؟ قال لي ايه بدي اسافر، قلنا له يلا بكره الساعة 1 لازم تكون قدام السفارة الكويتية. راحوا من المخيم 4 شباب ومرة وثلاث أولاد. وصلوا لهناك طبعا شوفير ناطرهم طلعوا طبعا ضليت مع اتصال مع ابني لوصلوا على الاستراحة، قال لي نحن بابا بالاستراحة هلا اجوا كفوا الطريق قال لي بابا وصلنا على اول طرابلس بس الشوفير عم بقول في حاجز بدنا نلف ونروح من طريق ثاني هون فقدنا الاتصال ما يصير ابدا كليا. يوم الاحد الساعه شي 5 بيجيني مسج ببعث لي مسج قال لي اذا بدك ابنك يوصل ما يموت تبعث لي مصاري اليوم بده على كل شخص 20,000 دولار. يعني انت عم تحكي بمبلغ خيالي يعني منين جيبك؟ قال لي ما في مشكله ما تبعته. هلا ببعث لك فيديوهين ثلاثة ببعث لهم غصبا عني ثلاثة وخمسة بعث لي فيديوهات. طبعا انا فتحت تليفوني كبست على الفيديو من هون هيك لمحة صغيرة طبعا منيمينه على الارض بالبوكسر ونازلين في جلد. انا ما شفت الفيديو كامل بس هيك اللي اتضح لي يعني الفيديوهات الباقية ما شفتهم. هن طلعوا بس ولكن هن بعدهم لغاية الآن عند الجيش اللبناني. عدد المخطوفين كانوا 8 3 أولاد ومرة وجوزة وثلاث شباب وطلعوا 8 طلعوا الحمد لله. زي كل أهل المخيم كلاتنا تعاطفنا معهن ومع أهلهم لأنه هاد ظلم واضطهاد لشبابنا. كفينا اللي عم بيصيبنا بالداخل كمان بالشتات بيصيبنا هيك لا كثير هالقد.